طيب لما نيجي نفتح الماتلاب بروجرام بيطلع لنا ده الانفايرمنت بتاعه. اول حاجه الجزء ده هو الكوماند ويندو. الكوماند ويندو بيبقى فيه الجزء الصفحه كده البيضاء اللي سيادتك بتكتب اي امر سيادتك عايز تعمل فيها اي حاجه او اي امر عايز تعمله. طبعا ده الكارنت فولدر، ده فيه الفولدر اللي انت دلوقتي اوريدي شغال فيه او تقدر تسيف عليه. في حاجه اسمها الورك سبيس، الورك سبيس بيظهر فيه كل الفاريبلز اللي سيادتك بتتعامل معاها في اللحظه دي او اللي سيفد في تتعامل فيها في الماتلاب. وفي الكوماند هيستوري، الكوماند هيستوري ده اللي فيه مجموعه الاوامر اللي سيادتك عملتها في اخيرا في الفتره الاخيره. اذا انت لو عايز تتعامل مع الكوماند ويندو وبيظهر لك الورك سبيس اللي المفروض ظاهر. طيب ايه اهم حاجات سيادتك بتبتدي عايز تعرفها؟ انك تعرف رقم variable برقم معين، انك تعرف vector، وانك تعرف matrix. فاول حاجة لو عايز تعرف variable تقدر تقول مثلا a equal 10. لما تقول a equal 10 يعرف لك في الورك سبيس في variable اسمه a. الفاريبل ده القيمة بتاعته كام؟ 10. و ده كده عشان يبان شوية. دي حاجة. طيب لو تلاحظوا بالطريقة دي كتب لك تاني ايه ايكوال 10. طيب لو جيت كتبت تاني ايه ايكوال 10 وحطيت في الآخر سيمي كولوم هيعمل لك نفس الأمر، لكن بدون بقى ما يقعد كل مرة يعرف لك ايه؟ يعرف لك كل مرة الكلام ده يكتبها لك تاني. تقدر تعرف كمان لو عايز imaginary. imaginary اللي هي ايه؟ square root of minus 1. فانت ممكن ببساطة كده تقول له b equals 10 في i. هيعرف لك انه ال b هو عبارة عن 0 plus 10 i، فده ايه؟ imaginary. الطريقة دي تقدر تعرف لو عايز رقم ايماجينري. هو بياخد اربع ارقام مع بعض البوينت بس ولا ده بيكتب لك اي حاجه بس على حسب ده فورمات بتاعه كويس مش فارق معاه. طيب يبقى ده بالنسبه للفاريبلز. تقدر تعمل اي اوبريشن، تقدر تروح قايل له مثلا السي ايكوالز 2 في اي بلس بي، يروح حاسب لك السي هي 20 بلس 10 اي اللي هي عملت اوبريشن، جمعت الاوبريشن على بعض رقمين على بعض، يبقى دي حاجه. طيب في امرين برضو مهمين كده. طبعا لو تلاحظوا في الكوماند هيستوري اي حاجه ببتدي اكتبها متخزنه في الايه؟ متخزنه في الكوماند هيستوري بتاعه، تقدر ترجع لها. حاجه برضو ظريفه ان انت لو عايز امر تكتبه تاني او سطر تكتبه تاني، فانت لو دوست على كيرسرز الاب اند داون تقدر تطلع وتنزل، تقدر تكتب الحاجات الايه بدون ما تقعد تكتب السطر كله تاني، تطلع بالكيرسرز اب اند داون تجيب اللي انت ايه عايزه. فدي حاجه ظريفه برضو تقدر تستخدمها. طيب في ايه تاني؟ في امر كلير. امر كلير ده بيعمل ايه؟ امر كلير ده بيمسح الورك سبيس وبالتالي يمسح لك كل حاجة. وامر السي ال سي زي كلين سكرين كده اللي كنتوا بتشوفوها في البروجرامز التانية، يمسح لك الايه؟ كمان. تمام؟ كلير لو تلاحظ الورك سبيس فضها لك خالص، والسي ال سي مسح لك الكوماند ويندو بتاعك. طيب ممكن نعرف ايه كمان؟ ممكن نعرف فيكتورز. فتعالوا كده نعرف فيكتورز. في كذا طريقة تعرف فيكتورز. فيكتورز تعرف فيكتورز ازاي؟ ممكن تعرف فيكتورز عن طريق انك ترص مجموعة من الارقام ورا بعض. فتقول مثلا فيكتور في واحد، تفتح سكوير براكت بالمنظر ده وتكتب واحد خمسة تلاتة وتقفل السكوير براكت. هيدي لك ايه في الحالة دي؟ هيدي لك فيكتور
ده عبارة عن فيكتور كام؟ ها؟ واحد في ثلاثة. نفس الفيكتور ده لو كتبته مثلا كتبت V2 هيروح من كده واحد سيمي كولون خمسة سيمي كولون ثلاثة، ده كده ثلاثة في واحد. يبقى معنى السيمي كولون لكني بقول له انزل ايه؟ انزل سطر. كويس؟ تعالوا نعرف الحاجات دي. في واحد بيساوي سكوير براكت واحد ثلاثة بص كده اهو في الكوماند ويندو عرف لي كتبت فعرف لي الفيكتور بتاعي في واحد. ممكن اعرف في اتنين يساوي واحد سيمي كولون خمسة. واخدين بالكم من الفرق؟ طيب في ان انا اقدر اعمل ترانسبوز، فانا اقدر اقول في ثلاثة بيساوي في واحد ترانسبوز ابوستروف دي تديني ترانسبوز. طيب عايز اعمل تشيك هل في اتنين بتساوي في ثلاثة، انا هقول له في اتنين نقدر نشوف لو تلاحظوا كده عملت تشيك قلت في، يبقى لما احط تو ايكوالز ورا بعض مش معناه اني بقول في 2 عايزها تساوي في 3، لا اعمل لي تشيك هل في 2 هتساوي في 3 ولا لا. فتلاقوا كده على كل element عمل ايه؟ الالمنت الاول واحد، واحد يعني ترو، لو كان زيرو يبقى هيبقى ايه؟ فولس. ولو تلاحظوا اتحط الكلام ده فين؟ اتحط في فاريبل لان انا ما عرفتلوش فاريبل، فهتحط في فاريبل اسمه ENS او انسر. الانسر اللي اتعرف ده هو عبارة عن لوجيكال يعني ترو يعني زيرو او ايه؟ وان، ترو اور فولس. كويس؟ وبالتالي لما اعمل اوبريشن مانيش معرف لها اسم ففي الحاله دي بيحصل ايه؟ في الحاله دي بيحطها في حاجه اسمها الايه؟ الانسر. اوكي؟ طيب. طيب ده فيكتور ظريف كده ثلاث ارقام سهله قوي، طب لو الفيكتورز بتاعتي ابتدت تكبر في ايه تاني اقدر اعملها؟ ابتدت بتتعرف على الفيكتورز عن طريق الاتي، ممكن يبقى عندي فيكتور الفيكتور ده له ستارت وستيب واند. يبقى انا لو عرفت مثلا فيكتور دي وقلت الاتي من زيرو بستيب بوينت 1 لغايه 1، طبعا عملت سيمي كولون، تعالوا ما نعملش سيمي كولون في الاول، نروح قايلين الدي بيساوي زيرو بستيب بوينت 1 و1. اداني ايه؟ اداني فيكتور 0.1.2.3.4 لغايه ما يوصل لايه؟ للواحد. عرف لي دي 1 في 11 دبل، اذا هو فيكتور 1 في 11 وجواه ارقام دبل ايه؟ بريسيجن. نعم. دي بتساوي ستارت ستيب اند. ستارت نقطتين ستيب اند. اوكي؟ يبقى انا لو عندي بقى رقم او عندي فيكتور طويل في ارقام كبيره قوي بس عارف ان هم عباره عن ارقام كلها الستاب بتاعتها او متسلسله بستاب ثابت اقدر اعملها بالطريقه الايه؟ البسيطه دي. طيب
في امر تاني ممكن استعين بيه حاجة اسمها امر تاني اسمه linear space. لين سبيس. ايه الامر لين سبيس ده؟ لين يعني لينير سبيس، يعني احنا عايزين نعمل فيكتور السبيسز اللي ما بين الارقام مالها ثابت. طيب الاوامر اللي في الماتلاب كتيره قوي، سيادتك دلوقتي عايز تعمل امر لين سبيس ده فاكره بس مش فاكر اشتغل بيه ازاي، اعمل ايه؟ موضوع بمنتهى البساطه حتى لو مش مسطب هلب، دي حاجه غير الهلب اللي بيبقى مسطب. تروح تكتب في في الكوماند ويندو هلب سبيس لين ندوس انتر. كتبت الامر، لازم ابقى عارف اسم الامر عامل ازاي، فكتبت له هيلب لين سبيس وراح بقى قاعد يشرح لي كده حبه حاجات. تعالوا نشوف بيقول لي ايه عشان نشوف. بيقول لي سبيسد فيكتور لين سبيس اكس 1 لاكس 2 جنريتس ا رو فيكتور ايكوال سبيس بتوين اكس 1 واكس 2. اكس 1 اكس 2 ان، يبقى جنريتس عدد نقط ما بين الايه؟ ما بين السبيس بتاعتي. طب تعالوا نشوف كده. لو عايز اعمل فيكتور مثلا دي واحد لين سبيس براكتس بارانثيسس بقى المره دي مش سكوير براكتس، اي فانكشن في ماتلاب الارجيومنتس بتاعتها بتتحط وسط ايه؟ بارانثيسس. طيب الستارت مثلا خمسه لغايه عشره وحط لي في النص ثلاث نقط، وحط لي قصدي ثلاث نقط او ثلاثه سبيسز، يبقى عمل ايه؟ ثلاث نقط، جاب حسب الستيب قد ايه ما بين الستارت والاند، وطلع لي الفيكتور دي 1 5 7 ونص و10. زي ما في لين سبيس في كمان حاجه اسمها، لو انت مش عايز السبيس يبقى لوج يبقى لينير، في حاجه اسمها لوج سبيس. لوج سبيس بيعمل ايه؟ بيعمل السبيسز بتاعه النقط هي لوجاريتمك ايه؟ لوجاريتمك. تمام. طيب يبقى دي اشهر حاجات نقدر نعرف بيها ايه فيكتورز، سواء بالستيب او سواء بالاوامر لينير سبيس او لوج سبيس، او سواء ان انا اعرف فيكتور بقى بالارقام اللي فيه رقم رقم. في ايه تاني؟ في اني اعرف ماتريكس. ماتريكس بمنتهى البساطة هي عبارة عن فيكتور بس كان مش اتجاه واحد، لا كذا حاجة. انا ممكن اعرف اي ماتريكس واقول A equals square bracket واقول اربعة خمسة ثلاثة، عايز انزل سطر 0 ناقص 1 2. ده انا كده معرف ماتريكس كام؟ 2 3. اوكي؟ طيب يبقى احنا ممكن نعرف ماتريكس ايه ونقول اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي 4 5 3 0 سيمي كولون عشان هنزل سطر ناقص واحد هتلاقي عرفالي في الايه؟ في الورك سبيس. طيب لو فيكتور الستيب بتاعته مش ثابته دايما ماشي بوينت ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه بتربط الارقام ببعض هتكتب. طيب ممكن نعرف بقى ماتريكس، عرفت ماتريكس. خلي بالكم الماتريكس مش شرط تكون 2 دايمنشنال، احنا ممكن نعرف ماتريسيز بقى زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا عايزين، يعني نفس الماتريكس دي ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول ماتريكس، تعالى نعرف حاجه بقى كده لطيفه، نعمل اكزرسايز لطيف. تعالى نعرف الماتريكس دي
دي ماتريكس كام؟ 2 في 3. تعالوا نعرف الفيكتور بي ونقول ان هو بيساوي 4 ناقص 10. وتعالوا ايه كمان نعرف سي بيساوي 2 × b. اعرف بقى من الاول كده كلير وسي ال سي. ارجع الاي تاني اهو جبتها على طول عن طريق الكرسر. بعد كده هعرف بي 4 محفوظة مهمة جدا لازم تعرفها كده. المتلاب ده عبارة عن طول بتحل الرياضة، ما بيخترعش رياضة. يعني ايه؟ يعني لما سيادتك عايز تعمل ماثيماتكس فيوليتنج الرولز بتاعت الماثيماتكس هيروح مطلع لك ايه؟ الايرور الاحمر اللي بيطلعه لك ده. تروح سيادتك قايل المتلاب بايظ مش عارف يشتغل، صح؟ المتلاب ما بيخترعش رياضة، هو بيعمل البروسيسز بتاعت الرياضة اللي سيادتك عارفها. فانت لو دخلت له حاجة ماثيماتيكالي رونج هيقول لك ماليش دعوة، روح ظبط. طيب لو انا عايز اعمل ماتريكس دي، تعالوا نشوف كده. عايز اكونها من A وB وسي مثلا. ده صح ولا غلط؟ مين يقدر يقول لي مبدئيا؟ صح عادي. صح. بس انا ما اعرفش. 3 في 3 وجمعها 2 في 3 دي كام في كام؟ 2 في 1 ودي 1 في 4. 1 في 4. طيب فالكلام ده صح ولا لا؟ دي كده 2 في 3 دي كده 2 في 1 ودي كده 1 في 4. ده الكلام ده صح ولا غلط؟ غالبا الكلام ده صح. واحد تاني مثلا عايز يجمعهم بشكل ما ينفعش، هنروح قايل له ايه؟ شكرا ما اعرفش. اعملهم ازاي؟ ببساطة هروح قايل دي بيساوي، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخد الـ A سبيس، عايز ارص جنبها الـ B، بعدين عايز انزل يبقى اعمل ايه؟ تعالوا نشوف كده هنعرف نعملها ولا لا. يبقى الماتريكس الـ D هي عبارة عن A جنبها B، هنزل تحتيها سي. ده ما زعلش مبسوطة. طيب واحد تاني عرف البي غلط، بدل ما يحط السيمي كولوم ده نسي يعمل بي، وجي تاني يقول لك عرف لي الدي، هيروح عامل ايه؟ جيش بقى تقول المكلاب ايه هو اللي بايظ، ملوش دعوه. زعل اهو، مالكش دعوه بقى هو بيقول لك ايه، بس هو يعني زعلان منك، كويس؟ زعلان يعني زعلان، انا زعلان، اوكي؟ طيب الدايمنشنز اقرا كده، اتعلم اقرا، بيقول لك ايه؟ دايمنشنز اوف ماتريسيز ار نوت كونسيستنت، يعني الدايمنشنز اللي سيادتك رصصها لي مش مظبوطين، مش مترصصه صح. طبعا دي حلها، ممكن تروح اصلا عامل اي بي ترانسبوز
او تروح عند البي من الاول وترجعها زي ما ايه عملت. فتيجي تقول دي مظبوطه اهو. قول له تمام. طيب يبقى احنا معرفين ماتريكس اهي، دي ماتريكس كام في كام؟ 3 في 4. والماتريكس دي فيها الاليمنتس دي كلها. طيب لو عايز تعمل اوبريشن على اي اليمنت جوه الماتريكس، في اي اليمنت تقدر تعمل ايه؟ تروح له عن طريق مين؟ العنوان بتاعه. العنوان بتاعه هو ايه؟ صف وعمود. ولو هو اكتر من 2 دايمنشنز يبقى ممكن صف وعمود، يعني حاجه في الاليمنت الرقم الاول الثاني الثالث الرابع ايا كان الدايمنشن، يمكن اكتر من 3 دايمنشنز مش هنتخيلها. بس كل element جوه الماتريكس متعرف بايه مكانه فين. طيب واحد نفسه يعمل الاتي، نفسي ابص على الاليمنت رقم 3 2 اعرف بكام، اروح قايل له ايه؟ ببساطه كده اروح قايل له دي، انا اعرف مثلا دي بيساوي سوري دي عايز كام؟ 3 و2. اهي يبقى 3 و2 ب7. عايز اعمل اوبريشن على الاليمنت ده، يبقى اروح قايل مثلا الزد بيساوي 5 في دي 3 و2. 3 اهو عملت اهو 5 في 7 ب 35. طيب عايز اغير element، اخش كده على element اغيره، اروح اعمل ايه؟ قايل نفس الكلام، اروح قايل له مثلا element رقم 1 و2 بيساوي 3 زائد، تعالوا نلعب بقى شوية، دي في 2 و1 لازم يديك ايه؟ بص كده هتلاقوا غيروا لكام؟ صح؟ كان كام اصلا؟ كان 5 اهو، صح؟ كان 5 بقى كام؟ بقى 3. 3 ناقص 1 او زائد ناقص 1 يبقى هو ده القيمة الجديدة، يعني القيمة اللي احنا غيرناها. بالظبط كده. فغير الخمسة لكام؟ 3. ماشي. اثنين ازاي؟ 3 زائد -1 ايه؟ شاف 2 1 2 2. القلم من 3 2 بكام؟ القلم 2 1 بكام؟ 0. ماشي تمام. يبقى احنا دلوقتي اهو عرفنا ازاي نتعامل مع ماتريكس، ازاي نتعامل مع element جوه الماتريكس. طيب في حبه بقى كده اوامر سهله برضو. لو عندي ماتريكس ليها دايمنشن معين وكلها صفار، اروح اعمل ايه؟ في امر ظريف كده اسمه زيرو. اوكي في ايه تاني؟ في حاجه ظريفه قوي كده اسمها وانز. وانز يبقى ايه؟ وحايل. فنشوف لو عايزين نعمل element matrix، الماتريكس عبارة عن 5 في 8 وكلها وحايل، اروح اقيل له ايه؟ اروح اقيل له ones matrix مثلا S هتساوي ones 5 و8. عايز اخش على element معين جوه الماتريكس اغيرها،
يبقى اروح اقول له اس مثلا ناقص 4 يبقى يخش ايه يغير. طب لو عندي ماتريكس كلها 3 اعمل ايه؟ 3 و 14 و 15 كده اروح ضارب ايه الرقم اللي انا عايزه وانس يطلع الايه رايس. لو عايز كسر بقى تبقى لونجرس. طيب اوكي طيب لا مش نعم لا في الاي كمان ايدنتيتي ماتريكس. برافو عليك. الايدنتيتي ماتريكس هي عباره عن ايه؟ ماتريكس دياجونال دي الاي. فلو عملت اي 2 مش لازم على فكره تخليها سكوير تطلع لك ايه؟ ايدنتيتي ماتريكس. اوكي مش لازم تعرفها اسكوير، يعني عايز تحط على المين دياجونال واحد غير الايدنتيتي اللي بتعملوها في الرياضه. هنا ده امر. طيب يعني ايه بقى انت رايت له 3؟ يعني عايز ايدنتيتي ماتريكس صفين وثلاث ايه كويس، فيحط لك على المين دياجونال بس ايه واحد. تمام. طيب ايه اشهر حاجه عايزين نعملها بالماتريسيز؟ في حاجتين مهمين جدا بنحب نعملهم بالماتريسيز. اولا سولفينج لينير اكويشن. دكاترة الرياضة كده في كورس اللينير الجبرا، مش برضه كله هنا واخد كورس اللينير الجبرا اللي هو الماتريسيز كده كلنا ناجحين فيه وزي الفل مش كده؟ كويس؟ في مسألتين مهمين جدا، أولا إن أنا عندي n equations في n unknowns، في واحدة تانية كده حاجة مهمة كده الايجن فاليو ايه؟ problems. ببساطة لو عندك معادلتين، خلينا نتكلم في معادلتين بس، 3x بلس 4y يساوي 11 و 2x ناقص y يساوي 1. دي معادلتين في ايه؟ مجبورين نحلها ازاي؟ واحد يقول لي ناخد ده نعوض من ده في ده ونخلص وتطلع علينا لطيفه هي مش كده؟ طب لما تبقى 100 ايكويشنز ولا 9 ايكويشنز في 9 انونز بتاعت الفورس اناليسيز حد حلها؟ حد 9 ايكويشنز في 9 انونز حد حلها؟ طيب نعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه كده سياستك حطها في الصوره دي A certain vector x ماتريكس A في فيكتور x ده الانونز ده لازم تبقى n في n ده n في 1 بيساوي b n في 1. طيب لو عايزين نرص ده نرصها ازاي؟ نقول الاتي، نفتح الماتريكس بتاعتنا اول حاجه ترصها مين؟ الانونز بتاعتك x y بعدين تكتب اول معادله يبقى 3 x زائد 4 y يساوي 11 و2 x ناقص 1 y يساوي. بالمناسبة لو ما فيش حاجة هنا في زيرو يبقى هنا هحط ايه؟ زيرو. هحط زيرو اوكي؟ محدش ينسى. يطلع كام ده؟ حد يقدر يحسبها لي؟ 1 2 1 2 طيب تعالوا نشوف
نعرف ماتريكس ايه تاني؟ هي 3 و4 و2 و1. هدوس بقى ايه؟ مش عايزه يكتبها لي تاني. والبي بيساوي 11 وسيمي كولن و طيب عايزين نحلها نعمل ايه بقى؟ بمنتهى البساطة كده في حاجتين، في طريقتين. دي عشان تتحل بتوع الرياضة بيقولوا لنا ايه؟ اكس بيساوي ايه انفرس بي. طيب نجيب انفرس لماتريكس ازاي؟ طبعا في حاجة لازم تبقى انفرس ماتريكس لازم تبقى ايه؟ بالظبط كده، يعني لازم تبقى الديترمينانت بتاعتها مش بزيرو. يعني لو سيادتك عندك مشكله في الماتريكس هيدي لك ايه؟ هيدي لك مشكله، هيقول لك ماليش دعوه. طيب يبقى الاكس بيساوي، يا اما هنكتب كده انف ايه، كلمه انف ايه يعني جيب لي الانفرس بتاع الماتريكس ايه. طب ما تعالوا نشوفها كده الاول لوحديها. انف ايه سمول، شفتوا بقى؟ اه دي كده الانفرس لو عايز تتفرج عليه لوحده. طيب لو عايزين نعمل هنروح قايلين ايه؟ اكس بيساوي انفرس ايه مضروب في مين؟ في بي. دي صيغه. في صيغه تانية برضو الماتلاب بيحبها اكتر، هو لما ساعات بيشوف انفرس ساعات كده ما بيبقاش مستريح، بس مش هيقول لك حاجه. او تروح قايل له اكس بيساوي ايه باك سلاش بي، يبقى سواء دي او دي الاثنين ايه؟ الاثنين مظبوطين وايه بنتعامل معاهم. كويس. يبقى انا بقى لما ارجع للكورس بتاعي كده لو تفتكروا كان عندنا، لو عندنا مساله كاينيماتكس وكان بيبقى عندنا تو انونز في البوزيشن او في الفيلوستي او في الاكسلريشن، فاحنا نقدر نكون التو ايكويشنز مكان الاربعه بوزيشنز دول هتبقى فيها الارقام اللي سيادتك عاملها، وهنشوف ازاي هنحطها في فور لوب لو عايز تحلها كذا مره، والاكس بيبقى فيها التو انونز اللي انا عايز اجيبهم سواء فيلوستي او اكسلريشن او بوزيشن، والفاكتور ده برضو بيبقى ايه؟ او نفس الكلام في الفورس اناليسيس. في الفورس اناليسيس اقدر اجيب نفس الكلام، احضر الماتريكس بتاعتي والفيكتور بي، اقدر اطلع الفورس ايه. تمام. ايه على بي ولا بي على ايه بالعلامات دي؟ باك سلاش. دي مش علم، دي باك سلاش. صيغه هو بيفهمها كده. ايه انفرس بي؟ ايكويفالنت لايه انفرس بي. أسئلة؟ طيب تفضل. مالهم؟ في ايه تاني حاجة مهمة؟ في مسألة كده برضو ماثيماتيكال في اللينير الجبرا مهمة اسمها الايجن فاليو بروبلم. كويس؟ خدتوا الايجن فاليو بروبلم ولا ما خدتوهاش؟ ايجن فاليو بروبلم، عارفين يعني ايه ايجن فاليو بروبلم؟ غالبا كده في خلال الايجن فاليو بروبلم بيقول لك ايه؟ مش هتخش في الماثيماتكس كتير، يعني هتفهموها الفيزيكس بتاعتها لما تقابلوها في
الفايبريشن في الكنترول لو او حتى في باور لو ما هتخش كده في حبه حاجات هتبان لك ايه هي الايجن فاليو. بس ببساطه كده الايجن فاليو بروبلم هي عباره ايه؟ واحد كده قال لك الاتي، قال لك لو عندي ماتريكس والماتريكس دي سكوير، فالماتريكس دي لو ضربتها في فيكتور هتساوي رقم في نفس الايه؟ ده البروبلم بتاعه. راجل حب يحل المسألة دي وحلها. قال لك لو عندي سكوير ماتريكس، سكوير ماتريكس دي ممكن تتضرب في فيكتور هتساوي رقم في نفس الفيكتور. مين الانونز؟ النون عنده هي الماتريكس ايه. الانونز هما الاكس واللامدا. بس الحقيقه ما هيش اكس واحده ولامدا واحده، هو كل اكس او كل فيكتور ده بنسميه الايجن فيكتور، وده بنسميه الايجن ايه؟ فكل ايجن فيكتور بيمشي بالايجن ايه؟ فاليو بتاعته. اوكي؟ والنمبر اوف سوليوشنز للكلام ده هو عباره عن الاوردر بتاع ايه؟ او الرانك بتاع ايه؟ بتاع الماتريكس. يعني كل ماتريكس فيها عدد من الايجن فيكتورز والايجن فاليوز ليهم عدد من البيرز دي بيساوي الايه؟ الرانك بتاعته. طيب نحل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نبص كده. احنا مش معرفين ماتريكس ايه؟ طيب انا ناسي اصلا ايجن بيتعمل ازاي، فاروح اعمل هيلب بيساوي ايج واشوف الهيلب بتاعه بيقول لي ايه. اقعد كده رص لي حبه كلام ظريف. بيقول لي ايه؟ اي ايج اوف اكس از ا فيكتور كونتيننج ذا ايجن فاليوز ماتريكس ايه. لو عرفت له في ودي، في ودي يعني اكني بعرف له حاجتين بحط فيهم الريزلتس بتاعته. فبيقول لي produces a diagonal matrix D، يبقى D is a diagonal matrix of eigenvalues. اوكي؟ and full matrix V whose columns are corresponding to the eigenvalues. يبقى هيطلع لي اتنين matrices، واحدة diagonal فيها مين؟ الايجن فاليوز، واللي قصادها فول ماتريكس فيها الايجن ايه؟ ايجن فاليوز. طب تعالوا نشوف كده، نعرف ايجن. هو قال لي ايه في الاول؟ الايجن فاليوز صح؟ يبقى ايه فال و اي ايه فيك مثلا طبعا بيساوي ايج للماتريكس. احنا معرفين ماتريكس ايه، انا نشوف كده هيطلع لي ايه. اللي طلع يا عم ده طلع حاجتين، انا قلبت بقى مش مشكله. اول ماتريكس فول ماتريكس، فواضح انه دي الماتريكس اللي فيها ايه؟ الفيكتور. فاول 0.93.34 هي اول اكس، هي اول فيكتور. اول فيكتور اللامدا بتاعتها بكام؟ ب 4.4. ثم مديني الفيكتور الثاني، الايجن فيكتور الثاني 0.59 و0.8، والايجن فاليو بتاعته بكام؟ ب 2.8. تمام؟ كويس. طيب طبعا كل الاوبريشنز اللي تقدر تعملها على اي ماتريكس تقدر تعملها، اديشن سبستراكشن ملتيبليكيشن. تاخد بالك في الملتيبليكيشنز انه ليه الترتيب وغير التركيب، انه العدد او الرانك يبقى مظبوط. كويس؟ فاي اوبريشن تقدر ايه تعمله. كويس. طيب تعالوا نعمل حاجه تانية بقى مهمه.
نعمل اوبريشن كده نشوف ايه الفرق ما بين. طبعا انا ممكن اعمل برودكت ممكن المفروض يبقى بس شويه يعني 3 ونص مثلا ممكن نتاخر شويه. طب انا عندي بس عندي انترفيو دلوقتي ممكن اروح برده تاني. ممكن اعمل برودكت اقول ايه مضروبه في بي يبقى في الحالة دي ضربنا ايه في بي كويس. فتلاقي عمل الايه اوبريشن بتاعي. لو انا جيت اعمل البرودكت ايه مضروب في بي ترانسبوز هيديني ايه. نعم ماشي. طيب انا نشوف كده لو عندي ماتريكس ايه وعايز اعمل لها سكويرينج ايه الفرق ما بين الصيغتين دول ايه دي وايه الفرق ما بين الاثنين دول. برافو عليك. اول حاجه لما يبقى عندي فيكتور او ماتريكس وحطيت طبعا الاديشن والسبستراكشن هي باي نيتشر هي عباره عن اليمنت ايه اوبريشن لكن في حاجات تانية بتبقى ماتريكس اوبريشن صح. فانا لو قلت ايه سكوير اكني بقول ايه مضروبه في مين إيه. اما لما اجي اقول ايه دوت سكوير فانا بقول كده ايه element operation. يبقى دي element operation ودي عباره عن matrix operation. يبقى لو عندي vector او عندي matrix وعايز اعمل operation على كل element جواها ما انساش ان انا لازم قبل المالتيبليكيشن او قبل الايه العلامة الباور لازم احط الدوت. لو قصدي علامة ماتريسيز او اوبريشن على ماتريسيز عادية ما بحطش الايه الدوت. تعال نبص كده اهو تعال نبص كده الايه الماتريكس ايه عبارة عن 3 و 4 و 2 وناقص 1. لما حطيت الدوت 3 تربيع 4 تربيع 2 تربيع وهكذا. لكن لما عملت اي سكوير اكنه ضرب الماتريكس ايه في نفسها تاني عمل تطلع قيمة ايه ثانية. اوكي طيب نطلع بقى اي حركات ولا بتاع. طيب عشان تعرف ترسم لازم تعرف تو فيكتورز دول قصاد بعض وتقول له ارسمهم. تعال نعرف فيكتور كده مثلا عبارة عن فيكتور t time بقى 0 the step point 1 احنا بقى خدنا الكلام ده لغايه 5 ولا لغايه 10. عرف لي اهو فيكتور t واحد بطول 101 دبل. اوكي عايزين نعرف فيكتور x بيساوي 5 في ساين 2 في يبقى هنا عرف الفيكتور اكس محسوب بدلالة الفيكتور ايه تي مش كده. والاتنين واحد في 101 يعني لازم التو فيكتورز كده اللي هرسمهم يكونوا مالهم يكونوا نفس الطول عشان كل فيكتور فاليو هنا يبقى قصادها ايه الفاليو التاني. واروح اعمل بلوت سيم لي تي قصاد اي ساين ويف. اهو حد ما شافش الساين ويف قبل كده. بلوت رسمت الفيكتور تي اللي هو فيكتور من 0 ل 10 وبعد كده قصاد الايه
ماشي. ده ممكن بقى نعمل في الرسومات دي كل اللي احنا نفسنا فيه. اولا ممكن نعمل نقول له نعمل جريد اون. فلما نعمل جريد اون تروح حط لك الايه الجريد. ممكن نكتب ليبل يبقى اكس ليبل. نسمي زي ما احنا اتعرفنا كده علمونا لازم يبقى واضح ايه محور الاكس وايه محور الواي واليونتس بتاعته. يبقى تايم لما اعرف في الاكس هكتب سترينج. حد ما سمعش عن السترينج قبل كده؟ تايم اس. هيبان دلوقتي. كويس؟ اكس ليبل اكتب لي على الليبل بتاع الاكس تايم. والتايم ده اكتب لي الكلام اللي انا ايه بقوله لك ده. فهتلاقي في الرسمه بتاعتك عرف لك اهو كتب لك تحت كلمه ايه؟ كلمه تايم. زي ما في اكس ليبل في ايه؟ واي ليبل. في كمان تايتل. فتكتب بقى لسيادتك ايه؟ لسيادتك عايزه. هتلاقي ده مثلا كاتب لك بلوك. طبعا كل الكلام ده تقدر تعمله بالبروجرامينج اوامر زي ما انا عملته، وده بيبقى مفيد للي هيعمل بروجرام زي ما هنشوف بعد شويه. او من هنا تعمل انسرت، تنسرت كل اللي نفسك فيه. اكس ليبل، واي ليبل، تايتل، ليجند، مش عارف ايه ليجند، ممكن تدخل ليجند كده وتروح تكلم من هنا مثلا ساين، تكتب ساين. لو انا عملت انسيرت كده هيسري على البلوت دي، بس لو قفلتها خلاص يعني لازم عشان اثبتها في البروجرام احطها في الكود. طيب واحد عايز يرسم رسمه تانية، تعالوا نعرف في ده اكس 2، ونعرف الاكس 2 عباره عن 5 في كوساين 2 في تي. واقول له بلوت. بص كده هقول له بلوت تي واكس، وارجع اقول له تاني تي واكس 2. هيروح رسم لي ايه؟ الكوساين والايه؟ والساين. شال الرسمه اللي فاتت. طب لو كنت عايز ما يشيلش الرسمه اللي فاتت ويحط عليها اعمل ايه؟ اعمل امر اسمه هولد اون. فامر هولد اون معناه ايه؟ الفيجر اللي موجوده دلوقتي خليها ايه؟ خليها قائمه. هتفضل قائمه لغايه ما اعمل هولد ايه؟ لغايه ما ارجع اعمل هولد ايه؟ اوف. ارسم اللي انت عايزه، هيقدر يرسمه لك في نفس الرسمه بتاعتك. خلاص مش عايزه يرسم على نفس الرسمه، تعمل هولد ايه؟ هتعمل هتطلع هتكتب فيجر. طيب فاحنا ممكن نكتب ليجند، تعالوا نكتب كده ليجند. اولا ساين وثانيًا ساين. فهتلاقي كده كتب لك ليجند اهي ساين وكوساين. طبعا لو عملت هيلب بلوت، امر بلوت ده من الاوامر الحقيقه اللي فيها تفاصيل كتيره قوي. يعني ايه؟ يعني ممكن تغير الالوان، ممكن بدل ما تقعد تخليه كونتينوس لاين ممكن ترسم بلاين مختلف الشكل. فسيبتك تعمل هيلب بلوت تشوف. بس ممكن بقى ترسم لاين، ترسم نقط، تقدر تعمل حاجات كتيرة قوي. فتعمل هيلب بلوت تشوف كل الكلام اللي هو ايه بيقوله. اوكي فندم. انا اقدر اطلع لك انك مثلا طيب هي عندك ايه؟ مش فاهم عايز تعمل. ما انت عندك الفيكتور اهو، الفيكتور ده فيه الاكس، شوف عايز اني فاليو جبه. مش عندك الفاليو؟ عايز ايه؟
عند تايم كذا معينه تطلع لي لحد الاكس واي بتاعتك. عايز ترسمه ولا عايز ترصهم قصاد بعض ولا حاجه؟ عندك التي والاكس عرف فيكتور، والفيكتور ده ماتريكس. عايز تسميها ايه؟ عايز تسميها مثلا ار، احط الار واروح عامل فيكتور. عايز احط التي وتحته او جنبه زي ما انت عايز الاكس، هتلاقي عرف لك الفيكتور اللي سيادتك، حطهم لك كلهم جنب بعض. انت مش عايز كده، انت عايزهم تحت بعض، يبقى تي واكس اهم، حطهم لك قصاد بعض. يبقى الار 2 في 101 عايز تعكس وما اعمل ترانسبوز وهكذا. طيب حد عنده اسئله لغايه دلوقتي في اللي انا قلته؟ ليجند داني ليجند مفتاح، المفتاح الخريطه زي الخريطه بيقول لك ده ايه وده ايه. يعني انا كده مش عارف مسحتها، مين كان الساين ومين كان الكوساين. اه اوكي، دكتور عندي كده تمام، وعايز اجيب الاكس الاكس واي على نقطه معينه، بس انا ما كنتش كاتبها اصلا، كنت مسجلها يعني. لا لو مش لو هي مش محسوبه مش هيعرف يديها لك، بس انت هتخش انتربوليت ما بين نقطتين، لكن لو هي مش محسوبه وعايز دي بالظبط لازم تحسبها. اوكي، الفيكتور البلوت بيرسم فيكتورز النقط المحسوبه. طيب انا نبص كده على يوم من الايام، يوم زمان كده كان عندنا حاجه اسمها كرانك سلايدر ميكانيزم. حد فاكر الكرانك سلايدر ميكانيزم؟ ده له ار ده له ال، وبغير الزاوية ثيتا وزاد الزاوية ثيتا واخد الفكتورز بتاعتي والكلام الظريف اللي احنا كنا عملناه. وكان عندنا طريقتين، يا اما ان انا اعملها بحساب المثلثات لو تفتكروا، ومن حساب المثلثات اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب حاجتين، اقدر اجيب الطول ده واقدر اجيب الايه؟ الزاوية دي، او اني احل الجبريك باللوب كلوجر ايكويشن واطلع الفيكتورز بتاعتي، اطلع تو ايكويشنز احلها ايه؟ مع بعض. الكلام ده ينطبق على البوزيشن، ينطبق على الفيلوسيتي، ينطبق على ايه؟ الاكسلريشن. ايه البوزيشن الفيلوسيتي والاكسلريشن كمان كانت ايه؟ كانت اسهل. طيب طبعا انا مش هخش بقى في تفصيلات المعادلات، قلتكم يعني عارفينها تمام، بس انا كل اللي عملته ايه؟ ده عباره عن احنا هنشوف دلوقتي تو بروجرامز. بروجرام بعمل بلوت قصاد الثيتا للمتغيرات بتاعتي على كرانك زاويه على 360 درجه من الكرانك. ازاي اقدر ارسم الكلام ده بعد ما احله؟ هو واحد تاني هنرسم الانيميشن بتاعت الايه؟ الميكانيزم ده وهو بيتحط. طيب فانا منتهى البساطه كده لو نبص على هذا الام فايل، اولا ده بيتعمل ازاي؟ انا عايز اكتب دلوقتي بروجرام، عايز اكتب مجموعه اسطر او مجموعه اوامر هحطها مع بعض تتنفذ مره واحده لما ايه؟ لما ادوس ران. فبفتح ايه بقى المره دي؟ بفتح حاجه اسمها نيو سكريبت. السكريبت ده هي صفحه برضو بيضه كده، بس لما هعمل لها سيفنج هعمل لها سيفنج في حاجه اسمها دوت ام. دوت ام اللي هو بيسموه الام فايل. ايه الام فايل ده؟ الفايل اللي سيادتك ترص فيه مجموعه الاوامر زي الكوماند ويندو
كوماند ويندو بتحط سطر سطر وتنفذه. المرة دي هنعمل ان فايل مجموعة اوامر هتترص مع بعض وبعد كده تروح مدي لك ايه فانكشن معينة او تدي لك مجموعة حاجة معينة. كويس طيب. يبقى انا فتحت ان فايل زي ما سيادتك كده شايف وابتديت اعرف الايه values بتاعتي crank slider dimensions r2 r3 ثيتا واحد اللي هي الجراوند بتاعي صفر وحطت حبة ايه؟ لما تحط كده العلامة بتاعت البرسنتج دي ده معناه انه ده كومنت. لو سيادتك كده بتعمل شغل كويس كل اوامر بتعملها او كل مجموعة اوامر حط مجموعة كومنتس عشان تفتكر بعد لما ترجع تاني لو رجعت تاني للبروجرامز دي تفتكر هو انت عامل ايه اصلا. كويس؟ متقعدش ايه؟ تتعذب من الاول. وده اللي انا كنت بقول لكم عليه في المحاضرات. انا هكتب المعادلات كلها بعد كده لو تلاحظوا بدلالة ايه variables والvariable دي كلها في الاول اعرفها بايه بقيمة. يبقى سيادتك لو انت دلوقتي عندك r2 ب100 وr3 ب400 وبعد شوية عايز تجرب crank slider بdimensions تانية مش هتقعد ترص البرنامج ده ايه كله تاني. ده اللي انا كنت عايز ايه بحاول اوصله لكم في المحاضرات. كويس طيب. عندي مجموعة ال في حبة كده equations. نعم هو البرنامج بيعرف فرق في الراديان والديجري يعني بيعرف ان الزاوية دي راديان او ديجري؟ اي حاجة جوه كوساين او ساين او تان راديان لازم تبقى معرفها له از راديان. فيش حاجة اسمها ديجري. في امر تاني لو زودت دي لكن من الاخر كده كوساين فانكشنز دي المنطق الطبيعي بتاعها انك تبقى معرف الزوايا جواها بكام بريدج. حاجة تانية اي زوايا بره الكوساين والساين هي باي ديفولت لازم تكون ايه بريدج. اوكي مال انا عشان احاول اهو في ساين في ساين دي للبريدج لو انا عايز احط ما بحبهاش مش ليه وانا مش ممكن اخلي طيب ممكن نخلينا بس اعرف ده بعد كده نعمل ستاب. طيب انا عرفت ايه لاحظ كده الامر ده او السطر ده. السطر ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ثيتا 2 هي عبارة عن فيكتور 0 بستيب 5 لغاية ال 360 ده الايه الكرانك. يبقى انا اكني هقعد احل بستيب كام 5 ديجريز وضربتها في باي على 180 عشان تبقى ايه ريدي. بعدين عرفت حاجة اسمها بي ار 1 وسي ار 1 وار 1 دي الايكويشنز بتاعتنا اللي بتطلع من الايه من السوليوشن. انا مش هعرف دلوقتي ايه الايكويشنز دي بس سيادتك لو رحت بصيت على حل الكرانك سلايدر هيطلع لك الايكويشنز دي. ولاحظ انه كل اوبريشن هنا انا حاطط ايه حد نلاحظ قدام كل ملتيبليكيشن او لو في سكوير بعد كده تحت ال to the power قصاد الباور عامل ايه عامل دوت. معناها ايه الكلام ده؟ مع انها نفذ السطر ده على كل element جوه الثيتا 2 او البي ار 1 او السي ار 1. كويس يبقى في الحالة دي الثيتا 2 is a vector البي ار 1 والسي ار 1 والار 1 هيطلعوا ايه فيكتور. حد مش متابع؟ كويس دكتور. طب المالتيبليكيشن ليه دي حط الدوت مع معروفه المالتيبليكيشن اي رقم هضربه في ماتريكس عشان لو عن مش طب لو عندي فيكتور في فيكتور ما بي ار 1 ده فيكتور هيروح ضارب لي فيكتور في فيكتور او ماتريكس في ماتريكس مش هيبقى عارف. دكتور معلش البي ار 1 والسي ار 1 فين ارجع بقى للكاينيماتكس فاليوز عرفتها
أسامي من كاينيماتكس. خدت الإيكويشنز كده حليتها مع بعض وديتها أسامي. طيب؟ ماشي؟ طيب. بعد كده طلعت الكوساين ثيتا 3 والساين ثيتا 3. وطلعت بعد كده الثيتا 3 لو تفتكروا بأمر إيه؟ فاكرين الأمر بتاع إيتان 2 اللي أنا كنت بقول لكم عليه؟ فأنا طلعت الكوساين لوحده والساين لوحده وبعدين طلعت بإيه؟ تان 2. هي الإيه دي اللي هي كانت مضروبة في السكوير يعني؟ إيه دي؟ اللي هي كانت مضروبة في الشوط ده يعني؟ يعني الماتريال مش هخش دلوقتي. دكتور يعني إيه تان 2 دي بتديها لو عايز أعرف أنجل بديها الواي أو الساين والكوساين وتطلع لي الزاوية بالظبط في أني كوادرنت. اوكي طيب هحط هنا بس ايه هحط العلامه دي بريكنج بوينت. بريكنج بوينت معناها ايه؟ معناها اني لما اعمل ران هيقف هنا. تعالوا نشوف هيطلع ايه. وحاطط حبه بلوت وجريد ده كل ده بقى ايه تظبيط. حضرتك بتست الكود دلوقتي عشان هنفذ الكود لغايه النقطه اللي انا موقفه فيها. يا رب يا دكتور ايه الكود شغال. طيب تعالى نعمل ران. ايه اللي طلع؟ الناس اللي كانوا عايزين يرسموا كذا رسمة مع بعض فين؟ طيب ايه الرسمة دي؟ دي عبارة عن رسمة راسم قدام الكرانك انجل ثيتا 2. ممكن نحط بقى اي حاجة من الحاجات اللي احنا عايزينها الفاباتيكال جريك لاترز او اي حاجة. الرسمة الأولانية هي عبارة عن السلايدر بوزيشن المليمتر. والرسمة الثانية هي الكابلر انجل ثيتا 3. ده كده السلايدر بوزيشن والكرانك ودي الانجل ثيتا 3. كويس؟ طيب اتعملت ازاي دي؟ ببساطة كده بعد ما حسبنا الثيتا 3 وحسبنا كمان السلايدر بوزيشن كتبنا امر فيجر يعني طلع لي ايه؟ طلع لي رسمه جديده. وعرفت حاجه اسمها سب بلوت يعني اعملي سب بلوت جوه الفيجر دي 2 في 1 1 يعني اكنهم رسمتين تحت بعض اكنها ماتريكس 2 في 1 يعني رسمتين بس تحت بعض. وارسم لي في اول رسمه فيها بلوت الثيتا 2 قصاد الار 1. انا معرف الار 1 ان هو البوزيشن بتاع الايه السلايد. وكتبت جريد واكس ليبل والكلام ده كله ماشي. طيب لو خدت اي جريك لتر ثيتا مثلا وحطيت قصادها الباك سلاش دي هيروح كاتبها لك ايه أزجريك ايه لتر. ولو حطيت الاندر سكور هيروح عامل لك ايه سبسكريبت. ولو حطيت علامة الباور هيروح عامل لك ايه سوبر سكريبت. فده حبة الاشكال اللي انا ايه خسرتك تعمل دلوقتي بقى تقدر تعمل بقى ريبورتات كويس. بص كده شفت الكرانك انجل مثلا كرانك انجل ثيتا 2 سبسكريبت والاو سوبر ايه سكريبت فبقت ايه ان ديجريز. نعم الكود نفسه بتاع الكود ده تاني عندك كده كي وبعد كده لاين يخلي لك كل الزوايا بوزيتيف من 0 ل 360 ساعات ممكن يطلع لك حاجات تانية. شيلها ممكن لو شلتها هيبان لك الفرق ما بيظبط لك الرسم. طيب ده اللي انا قلته في بلوت فيه ارجيومنتس كتيره فيها حاجات كتيره تظبط بيها الرسمه. احد الحاجات اللي ممكن تظبط بيها الرسمه هي اللون الديفولت بتاع اللون بيبقى بلو. فانا لو بعد ما اقول له بلوت ده كده الفيكتور اكس او ده الفيكتور الاكس وده الفيكتور واي لو خليته كي هيبقى بلاك. لو مثلا بي يبقى بلو لو جي يبقى جرين وهكذا. بعدين لاين ويث يعني التخانه
عايز تخانت الفونت بتاعتي 2. زي ما بقول لك اعمل هيلب بلوت هتشوف فيه بقى اوبشنز كتيره قوي. اروح اعمل ايه بقى سيادتك؟ عايز الايه؟ احنا حلينا البوزيشن صح، عندنا الفيلوسيتي وعندنا الاكسلريشن، يبقى انا عايز رسمه جديده للفيلوسيتي ورسمه جديده لمين؟ الاكسلريشن. فرحت نكمل ايه بعد كده؟ عرفت الاوميجا 2 اهو، مش لازم اديله الاوميجا 2، ده الانبوت بتاعي. بعدين عملت فور ايه؟ فور لوب. مين كان مستعجل على الفور لوب؟ اي فور لوب في الدنيا او اي لوب انت بتعملها فور لوب وايل لوب ليها بدايه وليها نهايه، وبالتالي الفور لوب اهي بدايتها زي ما سيادتك شايف في الكود كده، ولازم يكون لها نهايه عند ايه؟ بايه؟ باند. يبقى معناه ايه؟ هتنفذ لي اللي من الفور لغايه الاند عدد مرات قد العداد اللي انا ايه؟ حاططه لك. مش سيدي تو ده فيكتور؟ يعني ايه امر لينث؟ امر لينث يعني عدد الكولومز، عدد الالمنتس اللي في الايه؟ اللينث طوله كام؟ فانا بقول لك، بقول له ايه ببساطه كده؟ افرض واحد غير الثيتا 2، اروح انا اتعب نفسي كل مره؟ لا، هينفذ الفور لوب دي كام مره؟ هينفذ الفور لوب دي على عدد الالمنتس اللي موجوده في ثيتا 2، يبقى نفذها لي من واحد لعدد الالمنتس اللي جوه ثيتا 2، نفذ لي الكلام ده. طب ايه الكلام اللي جوه ده؟ الكلام اللي جوه ده هو الايه؟ اول حاجه الماتريكس بتاعت الفيلوسيتي كانت ايه اللي لسه عاملينها من شويه، لسه عاملين من شويه بنحل فيكتورز. مين الانونز اللي موجودين هنا؟ الفيلوسيتي بتاعت السلايدر والاوميجا بتاعت مين؟ بتاعت الكرانك. الماتريكس ايه؟ عارفها ولا ما عرفهاش؟ ماتريكس بي الفيكتور بي. طيب يبقى انا هقول له لكل element موجود، بص كده ايه اللي موجود، معرف الماتريكس ايه؟ الالمنت واحد واحد هو كوساين ثيتا واحد، الالمنت واحد واثنين هو ده، بعدين نزلنا للايه؟ السطر اللي بعده ساين ثيتا واحد وار ثلاثة كوساين ثيتا ايه؟ ثلاثة. ولما جيت اقول له ثيتا 3 هو اني ثيتا 3 فيهم؟ هو ثيتا 3 1 واي، اكني بروح اخد الالمنت بتاعها اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. فبكو بعيد الحسبه دي كل مره فور ايتش المنت عند الثيتا 3 والثيتا ايه؟ 2. اروح احل الفيلوسيتي يبقى اروح اطلعها بايه؟ باللينير الجبرا اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى الفيكتور في اللي هيطلع في الفيلوسيتي بتاع السلايدر والاوميجا بتاعت الكرانك ده هيطلع كام في كام؟ الفي ده مين يقدر يقول لي؟ ده هيطلع فيكتور ولا رقم؟ لازم يطلع فيكتور، يطلع 2 في 1. اول element فيه هو عبارة عن السرعة بتاعت السلايدر مثلا، والتاني هو ليه؟ الاوميجا 3. فانا معرف حاجة اسمها في واحد او velocity واحد، وحاجة تانية اسمها اوميجا ايه؟ 3. بص كده بعد ما حسبت الحسبة بتاعتي ادي الاي زي ما قلنا الاي ماتريكس، وادي البي فيكتور، حسبت السرعات بتاعتي عن طريق اي في باك سلاش بي في اللي هو انفرس اي في بي. مين مش تابع؟ مش متابع دلوقتي حضرتك كاتب الكوماند كده؟ طب انا لما اجي ارن هيظهر لي الايرور فين ولا لو في ايرور هيدي لك ايرور فين؟ هيقول لك في ايرور في اللاين ده كذا كذا كذا، اعمل تراكنج لو بقى. طيب
بعد كده رحت معرف ايه؟ معرف فيكتور في واحد ده اللي هحط فيه الفاليوز بتاعت مين؟ ده اللي هحط فيه الفاليوز بتاعت الفيلوستيز بتاعت السلايدر. كل مرة عند كل نقطة بحسب عندها هحط الفاليو الجديدة جنب الفاليوز الايه؟ القديمة. فهعرف الفي واحد وهعرف الاوميجا تلاتة. يبقى دي في واوميجا محسوبة عند كل فاليو لمين؟ للثيتا. وارجع بعد كده اروح اعمل ايه؟ راسم. ارسم ازاي؟ اطلع الفيجر. هرسم الفيجر بتاعتي. اكمل بقى رانينج. بص انا كنت عامل بريكنج واقف عند نقطة. دوست على الشرط دي. بص كده. لو عملت كده هيعمل لي النقطة الحمراء دي. لو دوست عليها تاني هتروح. فاروح دايس كده. هيرسم لي الرسمة التانية. الرسمة التانية فيها ايه؟ فيها سلايدر فيلوستي مليمتر بير سكند. ده اول رسمة من 0 لـ 360. وتاني حاجة الكابلر انجلر سبيد ان راديان بير سكند. طيب الفيلوستي بقى بعديها الاكسلريشن. الاكسلريشن ما هي الا تكرار للايه؟ لنفس الفكرة بتاعت الفيلوستي بس على معادلات مين؟ يستحسن تعرفه كام في كام بس مش لازم. هتلاقيه كده. بص كده الكود ده هتلاقيه مديلك شوية شرط صف. بيقول لك عرف لي طوله من الاول عشان هبقى مبسوط اكتر. بس مش فارقة معنا. بس ده ممكن تعرفه في الاول از مثلا زيروس. كله صفار واحد ولانث ار 2 بمقدار الثيتا 2 صار. بمقدار الثيتا 2. لكن لو خليته حتى كل في الفور لوب بيزيد مش هيحصل معاك. الأطول. أمر سايز بيدي لك كام في كام. لكن لام بيدي لك الأمر. فور فيكتور خلاص. مظبوط. عشان احسبها عند كل ال انت مش طلعت في بتساوي ايه انفرس بي؟ تمام. دي اللي هي سرعة السلايدنج. ده 2 في 1. طيب انت حسبت عند ثيتا مثلا بصفر. خلاص حسبت. لو انت خدت الفور لوب تاني وجيت حسبت تاني الفي ده هيتمسح القديم ويجي ليه؟ فانا لازم اخد الفاليو دي اعرفها في ايه؟ في واحد. اعرفها في حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي هي اللي بخزن فيها مجموعة الفاليوز بتاعتي اللي هسمها بعد كده بأمر بلوت. لكن لو انا ما عرفتش السطرين دول فكل في جديدة هتنزل في القديمة. يا ما انا ما بعملش حاجة. مش في ده اللي هو في لاين 49 هو اللي فيه الام. مش ده اللي انا بحل فيه الماتريسيز مع بعض. طلعت في. في ده 2 في 1 في الفيلوستي وفي الفي سلايدر والاوميجا. طب لو انا ما كتبتش السطرين اللي بعد كده. افرض ان انا ما كتبتهمش. وهيكمل الفور لوب تاني. هيعمل ايه؟ هيجي يحسب عند الثيتا الجديدة. هيرمي القديم ويحط عليه حاجة جديدة. يبقى انا عايز اسيف الفاليوز بتاعتي مش مجرد احسب. صح؟ في واحد واحد. انا مسميه في واحد ومسميه اوميجا 3. يعني في بتاع السلايدر واوميجا بتاع الكابلر 3. في حطلي في الاليمنت رقم واحد واي. ما هو الاي دي بتزيد يعني كل مرة بيرص.
الالمنتس جنب بعض. عرف لي انت لسه واخدينها في اول المحاضره, جيب لي من الفيكتور في الالمنت واحد واحد. للاوميجا 3 جيب لي من الفيكتور في الالمنت 2 واحد. لان انا هنا قلت لك انه الفي ده اول المنت فيه سلايدر وتاني المنت فيه ايه. في الاكسلريشن تيبيكال نفس الكلام, لكن مجرد دي بقت اكسلريشن اوف سلايدر والفا بتاعت الايه الكرانك. دلوقتي حضرتك في البدايه خالص كنت معرف الار والفي ده, معرفش الرن فاليوز. حضرتك كنت في البدايه كنت خالص معرفش الرن فاليوز. انا لما اجي اعمل رن فانا مش عايز اعرف الفاليوز, انا عايز في الرن ان هو يسالني الفاليوز انت عايزها ايه. عايز تطلب من اليوزر يعني حاجه من اتنين, يا اما تديله جرافيكال يوزر انترفيس يا اما تخليه انسرت. كويس, انت ممكن يخليه انسرت تديله امر, تديله انبوت اهو. تيجي هنا افرض انت دلوقتي اهو سالتني سؤال, انا في اللحظه دي مش فاكر الانبوت بيتعمل ازاي, مش حافظه. هيروح عامل كده هيلب انبوت وهيشرح انبوت. هيروح عامل لي ايه, بص بيديني امر انبوت. اول حاجه فيه بحط له مسج معينه وبعدين بستنى انه يكتب لي حاجه. الحاجه اللي بيكتبها لي دي بحطها في فاريبل واخدها تعمل ايه. بعرف وبعمل فورم وعايز الاي عدد الروز بتاعت الماتريكس, يعني واحد لعدد الروز بتاعت الماتريكس عندنا يعني الماتريكس فيها 4 روز. تمام, عايز الاي يبقى من 1 لغايه 4. طيب هتعمل الاول انك عايز تجيب يا بامر اللينث يا اما بامر سايز. هتجيب اللينث او السايز بتاع الماتريكس ده, لا ده لينث استخدم سايز هيدي لك رقمين لو هي 2 باي 2 او لا هيدي لك عدد ارقام فيها كل دايمنشن بكام. خد الدايمنشن اللي سبتك عايزه, يعني لينث وسايز ده لحد نهايه الاي. ما ينفعش اكتب مثلا الاي لحد, لا لو هو ثابت عندك بس يعني هو الامر انا ليه عامله كده ببساطه كده ببساطة يعني. انا مش عايز اغير ولا حاجة في الكود. كويس, عايز اعمل كود كده محترم. فاروح اعمل ايه, هو بس هيغير الاوميجا 2 لو عايز, وهيغير الار 2 والار 3. طيب لو هنا بحسب كل 5 ديجريز, لو خليتها كل 1 ديجري, لو انا مثبت بدل ما اقول لانس كتبت رقم معين بقى ما بعملش حاجه. انا لو غيرت الستاب بتاعتي هتلاقيه برضو بايه بيحل, مفيش مشكله, بس زود الايه النقط بتاعتي. يبقى غير زي ما انت عايز هتلاقيه ادالك ايه. حلو, مش انت بتساله؟ دكتور هو ايه الفرق بين السكريبت والاديتور؟ السكريبت ايه والاديتور ايه؟ الايه؟ السكريبت والاديتور انا اكتب في ده وفي ده. هو ام 5 طلع البتاع ده واكتب فيه. لا ما قلتش تعمل ازاي جرافيك, ما قلتهاش جرافيك الانترفيس مش هنلحق. اعمل امر انبوت الحالي دلوقتي اللي ممكن تعمله انك تعمل امر انبوت, بس ما تشغلوش نفسكم دلوقتي بيه. بس لو عايز تعمل جي او اي دي بقى شغلانه ثانيه. نعم في الكوماند وانت معايا. ها كوماند وانت, انا عندي شويه اتفضل. ها
كوماند ويندو اه الهيلب اللي هو بتاع الكيسبوك كان حضرتك كده عملت فبعد بعد ما هو طلع كتبت السترنج اللي هي الجمله دي بعديها في اس ده معناها ممكن تحطها وممكن ما تحطهاش لو كتبت له اس دي معناها خد ده از سترنج وبعدين تعمل مع عليه حبه اوبريشنز لو ما حطيتهاش لو انا متذكر صح معناها انه ده هتاخده از نمبر اوبريت عليه از نمبر هو السكريبت ده حضرتك زي ايديت بقى لو كتبت ايديت كوماند وينز هو جاي من السكريبت كده لو كتبت ايه ايديت كده هيعمل ايه هيفتح لك كوماند هيفتح لك ماشي طيب نعمل انيميشن بقى ايوه بقى انا حليت لك البوزيشن فيلوسيتي اكسلريشن بطريقه والمره دي هعمل لك انيميشن بالجيومتري عشان نبقى استخدمنا جميع الجيومتري يعني بالمثلثات وبالكلام ده فانا عشان بس تبقى شفت جميع الاشياء اللي انت شفتها معايا في المحاضرات بتاعه الكاينماتكس طبعا الفورس اناليسيس بقى هي عباره عن ايه مساله ايه لينير الجبرا بسيطه بقى بالنسبه لك صح طيب الانيميشن هي عباره عن ايه حد عارف الكرتون بتعمل ازاي بالظبط كده زمان قبل دلوقتي قبل الكمبيوترز والكلام ده كانوا بيقعد يرسم ايد وهي قاعده بتتحرك في من هنا لغايه هنا لغايه ويرص الصور ورا بعض ويعرضها ورا بعض بسرعه معينه فيتهيالك انك عندك ايه حاجه بتتحرك كويس كويس دلوقتي نفس الكلام كل شغل الجرافيكس اللي بيتعمل هي عباره عن بلوتس البلوتس دي بريزوليوشن معينه بتتحرك ورا بعض بسرعه معينه يبقى عندك ايه نفس الكلام السينما هو قاعد بيلقط مجموعه صور ورا بعض بعد كده يعرضها لك فاللي هنعمله هي في موضوع الانيميشن ما هو الا ان عملنا ايه حلينا البوزيشن ببساطه طلعنا السلايدر بوزيشن والثيتا بتاعتنا هنرسم النقط اللي بتحدد لي هذا الميكانيزم عند ثيتا بصفر بخمسة بعشرة لغاية 360 نرص الرسومات دي ورا بعض لغاية ما تطلع ايه فيديو ده اللي هنعمله ده اللي الكود ده بيعمله بالظبط برضو هنعمل كرانك سلايدر بما انه احنا ماشيين على كرانك سلايدر النهاردة لينا L و R وعامل عداد كده اسمه K هيبان اهميته بعد شوية عايز ده عداد كده عداد اهميته ايه هيبان بعد لحظات وفور لوب الفور لوب من زيرو بستيب 10 لغايه 360 يبقى واضح انه ده الانجل اللي انا هايتريت عليه او هحل بالنسبه له ومعرف حاجه اسمها ابساي اكس اي واي اي اكس بي واي بي ايه يا عم الحاجات دي بس عشان يبقى الناس عارفه لو رسمت الكلام ده للترانك سلايدر بالمناسبة الهلب اللي فوق ده هو ده الهلب اللي سيارتك بيطلع لك لما بتعمل على اي امر يعني ايه لما تيجي كده ده اسمه ايه البروجرام ده الام فايل ده اسمه كرانك سلايدر انيميشن بص كده لو كتبت هلب كرانك سلايدر ميشن اوكي طلع لك ايه فده الهلب اللي موجود في جميع اوامر الايه الماتلاب اللي انت بتعمل عليه هلب هو بيروح على الام فايل بتاع الفانكشن دي ياخد اول كومنتس موجوده ويعرضها لك بس طيب نرجع تاني هنا عندي كرانك سلايدر بالمنظر ده دي نقطه او فالنقطة O دي هعتبرها هي الزيرو زيرو كده وبعدين عندي النقطة لو تفتكروا دي A فدي XA YA ودي النقطة مين
X بين Y. اوكي؟ وحاطط الريفرنس بتاعي هنا. بس حسبت المرة دي بقى غيرت شوية في الفيكتور في الـ في الـ في الـ في الـ M file بتاعي. بدل ما حل ب اللوب كلوجر ايكويشن زي ما شفنا في البروجرام اللي فات, حليت بالجيومتري. فالجيومتري ببساطه لو عندك ادي الثيتا وده الابساي, فايه العلاقه ما بين الثيتا والابساي؟ مين يقدر يقول لي الطول الكومن ده؟ هيقول لي انه ايه, لو ده ال وده ار يبقى ال ساين فاي ساين ثيتا يساوي كام؟ يبقى الابساي بتساوي ايه؟ ده اللي انا عملته. فالمعادله اللي عندك دي هي نفس المعادله دي, ابساي بيساوي ارك ساين او انفرس ساين ال على ار ساين ثيتا, وان ثيتا حولتها ما تنساش ان ايه؟ راديان بير سكند. ماشي. فانا عملت الفور لوب دي, حسبت الابساي, حسبت الاكس اي والواي اي. ببساطه الاكس اي هي بكام؟ الاكس اي هي ال ساين ثيتا والواي اي هي ال ساين ثيتا. اقدر احسب برضو الاكس بي والواي بي بالجيومتري بدلاله الثيتا والابسايد. يبقى حسبت الاكس اي الواي اي الاكس بي والواي بي مالها؟ بصفر دايما, ما عنديش اوبست. كويس. ورحت عملت ايه؟ رسمت ببساطه. رحت عملت بلوت للنقط دي, فجيت اقول له ايه؟ بلوت الفكتور الاول هو عبارة عن مين؟ زيرو اكس اي واي اي قصاد زيرو اكس بي واي بي. طيب عايز ارسم ايه؟ نتعرف بقى على حبة اوبشنز في البلوك. عايز احطها كنقطة, مش عايز لسه ارسم خط, عايز احطها كنقطة. فرحت عملت كده قلت له as a string black و او. هنا بقى ممكن تقول او, ممكن تقول في مليون الف حاجة ممكن تقول. وجيت رسمتهم تاني. بص بقى على الكود دكتور, اكس اي اكس بي ولا اكس اي واي اكس اي؟ دي اكس اي اكس بي. برافو عليك. يعني دي لازم, دي كلها دي الاكس بي وده كده الواي. اوكي. يبقى تاني ده صح, ده كده الفيكتورز بتاعت الاكس وده كده الفيكتورز بتاعت طيب. اسمها لي بلاك وحطها لي اس بوينت. فيبقى ادي دي البوينتس, دي البوينت او, دي البوينت A, دي البوينت B. نروح بقى. يبقى انا قلت له ايه, لعبت بقى شوية بالامر بلوت. رحت قايل له ايه, هترسمها لي الاول زيرو اكس A واكس B قصاده زيرو كنقطة O, بعدين نرسمهم لي تاني. مش احنا اتفقنا ان احنا نقدر نرسم كذا رسمة على نفس؟ ارسم لي نفس النقط بس المرة دي ارسمهم لي برضو بلاك بس المرة دي خط, وارسمهم لي بلاين ويت بتخانة اربعة, وحط لي ماركر سايز. ماركر سايز اللي هي ليه؟ التخانة بتاعت الماركر اللي هتحطها لي. كل ده مش فارق معايا, تبقى مستوعبه دلوقتي. انا يهمني التفصيلات عاملة. مش فاهم مش فارقة دلوقتي. طيب بعدين حطيت هولد وظبطت اكسيس. تعالوا نشوف طلع ايه. هحط هنا كده بس ايه, بريك بوينت واعمل ران.
ادي اول بوزيشن اهو، ادي الثلاث نقط. النقطه الاولى هي 0 0، دي النقطه اكس اي واي اي، ودي النقطه اكس بي واي بي. ولو تلاحظ في الكود كمان عشان امثل السلايدر رسمت حاجه اسمها ايه؟ ريكتانجل. وقبل ما ارسم الريكتانجل عملت هولد ايه؟ اون، عشان يحطها لي على نفس الايه؟ الرسم. كويس؟ طيب، وبعد ما رسمته كتبت كل اللي نفسي فيه عملت هولد ايه؟ اوف. كده رسم الرسمه بتاعتنا. طيب، رسم الرسمة بتاعتك، خدت الرسمة بقى، مش أنا رسمت، عايز أقول له إيه؟ بعد ما رسمت الرسمة دي عايز أصورها، عايز ألقط الرسمة دي، ففي أمر اسمه إيه؟ جيت فريم. جيت فريم ده بيعمل إيه؟ أكنه بياخد لقطة للصورة أو للبلوت اللي إيه؟ خدها وحطها في فاريبل اسمه إيه؟ إف. بس دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الصورة رقم كام؟ واحد. عشان كده كنت معرف كيف الاول بكام؟ واحد. دلوقتي لما الفور لوب هتتكمل هروح معرف الكي كي بلس ايه؟ بلس وان. فاعيد نفس الكلام للثيتا الجديدة ويبتدي يعمل ايه؟ يلقط صورة ايه؟ تانية، يحطها ورا الصورة الايه؟ الاولانية. تعالوا كده نعمل نمشي شوية. طب هو اوتوماتيك يعني بيجمعوا مع بعض ولا هو امر جت فريم؟ مش اوتوماتيك، انا مديله امر. انا عملت بلوت، بعد ما عملت بلوت قلت له جت فريم. جت فريم دي فانكشن، ده امر عنده، لما اقوله له بيقول القط الرسمه دي وحطها في فاريبل اسمه اف. طيب لو دوسنا تاني كونتينيو هتلاقيه ابتدى يحسبها عند الزاويه اللي بعديها. بص كده الكرانك حصل له ايه؟ حرك. وهكذا. اشيل بقى ده ونكمل كونتينيو. ابتدى ايه؟ يرسم. انا ما بطقتش حاجه، انا هقول لك ايه اللي حصل دلوقتي. عايز؟ يبقى من اول هنا لغايه هنا رسم الرسومات كلها لغايه الاند دي، ابتدى يكون لك الفور لوب. حسب الفور لوب ولقط الصور وكون لي فيلم، الفيلم ده اسمه ايه؟ اسمه اف. طيب بعد كده انا بقول له اعرض لي الفيلم ده، فاعرضه لي بامر ايه؟ امر اسمه موفي. فبقول له اعرض لي الامر، اعرض لي الفيلم اللي اسمه اف، اعرضه لي، عايزين تتفرجوا عليه كم مره؟ مرتين. فهتلاقي مثلا لو اتفرجنا عليه او ثلاث مرات مثلا هيفرجك على الموفي اللي انت لقطتها اف دي كم مره؟ يبقى اول مره دي هو بيلقط الصور، بعد كده هتلاقي واحد اثنين ثلاثة. في حاجه اسمها موفي تو اي في اي، انا مش مشغله هنا، بس موفي تو اي في اي ده بيحول لك الفيلم اللي سيادتك عملته لـ AVI ايه؟ فانت ممكن تعمل بقى افلام و AVIs وحاجات لطيفة قوي. لو دخلت كده هتلاقي الانيميشن اللي سيادتك عملتها AVI فايل، تقدر تفتحه بالايه؟ اوكي؟ اي بقى انيميشن نفسك تعملها، سواء كانت فانكشن عايز ترسمها، مبسوط ها؟ انبسطت، في حد استكايف. طيب، فأي فانكشن عايز تعمل لها انيميشن، ميكانيزم، أي حاجة، ما هي إلا إنك بترسمها كذا مرة، تحطها بالفور لوب، وتعمل لها أمر جيت فريم، وبعدين إيه؟ تعرضها. أوكي؟ طيب انا خلصت، لو حد عايز يسأل اي حاجة يتفضل.